والله أنه لا يعمر مساجد الله إلا أهل السنة. أنا أقول لك قصة، تفضل. ماذا قد تكون دافع للشيعة يغيرون رأيهم؟ كيفهم؟ الله يهديهم، إحنا نبي الله يهديهم. آمين. جاءني شخص شيعي فقال لي: من الصح أنه ولا السنة؟ قلت له: هذا سؤال بايخ. قال: ايش قصدك؟ قلت له: انا كوني سني اكيد راح اقول لك السنه صح، مستحيل اقول لك الشيعه صح، لان لو انا اعتقد ان الشيعه صح صرت شيعي، صح انا بالجنه وخايف من النار. فاذا كنت انا اعتقد ان الشيعه صح بصير شيعي، كوني انا سني معناته ان انا اعتقد ان السنه صح. فسؤالك معروف جوابه يعني، صح، فليش تسال هالسؤال؟ قال: والله بس قلت له: انا اشوف، انا بخليك انت اللي تجاوب، ما راح اجاوبك انا. قلت له: ابن عباس رضي الله عنهما جاءه رجل فقال له: يا ابا العباس، الغناء حرام ام حلال؟ طبعا الغناء قبل، بدون موسيقى، بدون رقص، بدون خلاعه، بدون خباثه. احسنت. زين، قال: الغناء حلال ام حرام؟ قال ابن عباس: لا اقول حرام الا ما في كتاب الله، لا اقول حرام الا ما في كتاب الله. قال: حلال اذن؟ اذا ما مو موجود كتاب الله. قال: حلال اذا؟ قال: ولا اقول حلال. قال: فما هو اذا؟ لا حلال ولا حلال، فما هو اذا؟ قال: ارايت ان جاء الغناء يوم القيامه، امع الحق يكون او مع الباطل؟ يلا وين يصير الغناء، مع الحق او مع الباطل؟ سكت الرجل، قال: مع الباطل. قال: افتيت نفسك. يعني ما تحتاج فتوى، انت افتيت نفسك. فانا قلت هذا للشيعي، قلت له: شوف، انا لن اجيبك، انت تجاوب. قال: كيف؟ قلت له: انت تصلي الفجر في المسجد؟ قال: الصراحه لا. قلت له: زين، بس تصلي؟ قال: اصلي. قلت له: بطلب منك طلب. قلت له: تقدر الليله تسهر الى الفجر؟ انا طالب منك تسهر للفجر الليله. قال: عادي. قلت له: خلاص، انا وانا معطيك رخصه ان لا تصلي في المسجد الليله، صلي في البيت كل واحد، انا اقول لك لا تصلي في المسجد هالمره. صار لك سنين ما تصلي في المسجد، يعني ما ردت على اليوم. زين، لا تصلي في المسجد، بس ابيك تسوي جوله وقت الفجر على مساجد اهل السنه ومساجد الشيعه في المنطقه اللي انت فيها. الله. مثال في الكويت عندنا في بعض المناطق فيها مسجد شيعه ومساجد للسنه. قلت له: مر تمشى بالسياره مساجد اهل السنه ومساجد الشيعه في الفجر. زين، وشوف أي المساجد عامرة، من هم رجال الفجر، من هم رجال الفجر، أي البيوت التي فيها رجال، زين، لا تلهيهم تجارة ولا بين عن ذكر الله. شوف المساجد التي أذن الله أن ترفع ذكرها فيها اسمه، شوف مسجد أهل السنة ومسجد الشيعة. قال: صح، احنا ما نصلي، قليل يصلون الفجر. قلت له: أفتيت نفسك. قلت له: أفيدك بشيء؟ قلت له: العشاء ما تصلونها أنتم، صوم جمع تقديم، صح ولا لا؟ قال: قلت له: لا فجر ولا عشاء ما تجون المسجد. قال: صح. قلت له: عندنا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اثقل الصلاه على المنافقين الفجر والعشاء، ولا يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حبوا. احكم بنفسك. والله. ثم قلت له: شوف، من له عنايه اكثر بكتاب الله، السنه ام الشيعه؟ الذي له عنايه بكتاب الله اكثر هو المتبع. قلت: خذ، عمرك سمعت إمام شيعي في مسجد يصلي يقرأ غير قصار السور؟ يقرأ من البقرة، من آل عمران، من النساء، من الأنعام، سبع طوال. عمرك سمعت أحد يقرأ منها؟ قال: والله ما أدري. قال: أنا درست بالحوزة. قلت: ليش كثر درست؟ قال: سنة كاملة. طيب، سنة كاملة في الحوزة، هل يعني حفظت القرآن هناك؟ قال: لا. قلت: حفظت جزءا واحدا؟ قال: لا. قلت: قرأت القرآن قراءة صحيحة على الشيخ هنا؟ قال: لا. قلت له: حفظت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم خلال السنة؟ قال: لا. ايش قاعد تسوي؟ سنة كاملة الحافظة. قال: لا، درسنا المنطق والجدل والفلسفة وعلم النفس وأصول الفقه والنحو وال يعني بعض هذه العلوم. إيه. قلت له: شوف، خذ معك مصحف وحكي كبار مشايخنا في الكويت، وافتح المصحف، قول له: شيخ، افتح على السبع طوال الأولى، البقرة، على عمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، الأنفال، التوبة. افتح.
واقرأ الآية كمل شيخ، سوي اختبار، سوي تست، اختبر بشكل، اقرأ الآية كمل شيخ، اللي كمل هو الصح، روح مساجد أهل السنة، روح مساجد الشيعة، اللي كمل هو الصح. قال لا احنا ما نقرأ سور الطوال في الصلاة في سبب. قلت شنو السبب؟ قال عندنا الذي يقرأ السورة لازم يكملها، ما يصير نجتزئ آيات من السورة، لازم نقرأ السورة كاملة، عشان تدي دائما يقرأون قصار الصور. قلت هذا مخرج لهم عجيب، هذا مخرج لهم، عشان يقول لك أنا تبون أطول عليك، تبون أقرأ عليكم البقرة، تبون أعذبكم. هم حطوا هذا أساس مخرج لهم، ما يطيلون القراءة، يراعون السياق.